حموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، وبالله نستعين وعليه نتوكل، ومنه دائما نطلب العون والتوفيق والسداد والنجاح في هذا الصباح الجميل، في هذه المنافسة الكبيرة التي تجمع ما بين الأصالة والتراث، تجمع ما بين هذه الشعارات المشاركة في ختامي الوثبة 2019. بدأ هذا الشوط واندفع في هذه اللحظات شوطنا الثامن الذي يحمل منافسات الجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع. أبدأ وأسير وأتقدم مع المركز الأول، هناك على الصدارة الأولى ياتي المتقدم برق لسيف بن هلال بن خير بن مسلم الجنيبي، ياتي مع المركز الأول. أما النقلة إلى المركز الثاني وحضور من شاهين لعوض بن عامر بن عوض بن عدان الصيعري، بينما المركز الثالث هناك انطلاقة أيضا المتحد لمبارك بن محمد بالحب العامري، بينما المركز الرابع متعب علي بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري، بينما المركز الخامس وحضور الأسماء الكبيرة والشهيرة في منافسة هذا تحدي في انطلاقة المركز الخامس، وصل فيه المستحيل راشد بن مهير بن سعيد الخصوني الاكتبي، ياتي مع المركز الخامس، بينما سادس المراكز وانطلاقة ايضا وتحديات الشامي خميس بن حمد بن شيان الهاشمي، ياتي ايضا بانطلاقاته الكبيرة. سابع المراكز انطلق فيه وتحرك الطيار للدكتور سعيد بن سالم الشيخ، ياتي مع المركز السابع. اما المركز الثامن هناك مبلش محمد بن جمعة بن سعيد العميمي، والتقدم الآخر يبدأ في هذه اللحظات بانطلاقة المركز الثامن بتحركات ثامن المراكز بوصول رعد لسالم بن سعيد بن ضحي الكعبيات في هذه الاندفاع الكبيرة، وياتي بانطلاقاته الممتازة المركز التاسع، تاسع المراكز وانطلاقة المركز التاسع تاتي بتحديات وانطلاقة ايضا غزيلان علي بن محمد رعي العوية العامري، وعاشر المراكز هنا اندفع فيه وانطلق ايضا على المركز العاشر هو شايم لمحمد بن حميد بن سعيد المهيري. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في تحديات هذا الشوط في هذه المنافسة الكبيرة، والعودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة، العودة إلى برقة، إلى برقة، إلى برقة. هنا سيف بن هلال بن خيري الجنيبي، ولا كان التغيير بدأ من رعد رعد في هذا الانطلاق الجميل. سالم بن ضحية أو سالم بن سعيد بن ضحية الكعبي ينطلق أيضا، ينطلق مع هذا الشعار ليسجل الحضور في ختامية الوثبة في مهرجان مقاير والأبرز من نوعه في عالم سباقات الهجن. أنتقل إلى المركز الثالث وتحرك مع غزيلان المتحرك بشعار علي بن محمد راعي العوية العامرياتي مع المركز الثالث، بينما المركز الرابع شايم لمحمد بن حميد بن سعيد المهيري ياتي مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس انطلاقة المستحيل القادم ايضا لراشد بن مهيري بن سعيد الخصوني الاكتبي.
هنا يأتي بانطلاقاته الكبيرة في هذا التحدي الرائع والممتاز. اشتدت المنافسة. بدأ السيل الجارف من الجعدان المهجنات الأصايل التي بدأت تهاجم المراكز المتقدمة. ويصل شعار بن مرخان في هذه اللحظات مقدما لنايف نايف الواصل محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي يتقدم في هذه اللحظات ليشق الصفوف لينطلق مع نايف. هنا المنافسة الكبيرة في هذه التحديات في هذا الانطلاق الكبير الذي يحمل المنافسة. ولكن عودتنا إلى لائحة الإعلان 1200 ما تبقى من النهاية هناك مع رعد سالم بن سعيد بن ضحي الكعبي يعلن تواجده وافتتاحية الكيلو الأخير شايم اللي على المركز الثاني لمحمد بن حميد بن سعيد المهيري يتقدم. ونايف الواصل بالمركز الثالث لمحمد بن سلطان بن برخان. ولكن المركز الرابع عن هنا اندفاعات المركز الرابع الكايد لعلي بن راشد بن سعيد البريس المري يتقدم في هذه اللحظات. والواصل ايضا الله اشتدت المنافسة. رعد على المركز الاول على الصدارة سالم بن سعيد بن ضحي الكعبي ويهاجم شايم محمد بن حميد المهيري والواصل البريس المري. ولكن والرعد كالوعد يا رعد أعلن التواجد وأعلن الحضور هناك مع انطلاقة المركز الأول. مشكور يا أحمد بن عبيد هنا في هذا المنافسة الجميلة. هنا تهانينا لسالم بن سعيد بن ضحي الكعبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني كان حاضرا ايضا مع المركز الثاني لطام لعبيد بن محسن بن راشد المري. المركز الثالث كان حاضرا ايضا على المركز الثالث شايم لمحمد بن حميد بن سعيد المهيري. المركز الرابع مع انطلاقة الكايد علي بن راشد بن سعيد البيصل المري. والمركز الخامس الليث منصور بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري. ولكن التوقيت الزمني 9 دقائق ثانية واحدة وثمانية اجزاء من الثانية. هنا انطلاق جميل تهانينا والناموس الى مالكي ايضا رعد لسالم بن سعيد بن ضحي الكعبي على هذا الفوز والانتصار الجميل. ايضا التوقيت المركز الثاني 9 دقائق 3 ثواني 6 اجزاء من الثانية. من وصلنا في اللحظات الاخيرة وكان حاضرا باول نداء هو لطام ايضا لعبيد بن محسن الراشد المري من وصل بالمركز الثاني وثالثا 9 دقائق 4 ثواني بالوفاء والتمام والكمال. كان هناك انطلاقة ايضا شايم لمحمد بن حميد بن سعيد المهيري. تهانينا والناموس لجميع